اليوم اختبار أصعب اختبار بالنسبة لريال مدريد منذ بداية الموسم. نعم هو أصعب في الدوري. ميليتاو الكرة العرضية البعيدة، وين يا ميليتاو؟ وصلت لفينيسيوس جونيور من أمام كامبوس، راح فينيسيوس جونيور 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 با 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 جول 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 من ريو دي جانيرو. سددها فينيسيوس، أسكنها شباك في مدريد. يا بونوا لم يشاهد شيئا، لم يسمع شيئا، لم يرى شيئا. كلمة كلمة فينيسيوس، أنا هنا أسجل الأهداف، أنا هنا المنقذ. يقول فينيسيوس بروعة استلم، بروعة دخل، بروعة سدد، بروعة سجل. هذا واحد من روائع كرة القدم، فينيسيوس جونيور في الاستلام بصدره، راوغ أوكامبوس دخل. عجب يصنعه فينيسيوس اليوم، عجب سجل فينيسيوس بقوة ودقة كبيرتين. يا سلام. يكون لابون ولا ياسين، لا إشبيلية ولا هم يحزنون. فينيسيوس جونيور يسجل هدف ثاني ولا أروع. يا سلام. جول يا كانشيلوتي، جول.